ولكني استخدمت وصفيت كل الدواء إلى الخارج وأعدته لجسمك. رائع أجل، وقضى على العدوى وعدت كما كنت سابقا. الدكتور شكرا للاشتراك. خذ هذا. ليو، ما الذي يحدث؟ إنه راف، قصة طويلة، أخرجنا من هنا. إنه واجب الأخوة، يجب أن تتعافى يا راف حتى نرجع إلى المدينة. نعم، غير معقول. راف، انظر إليه، إنه فظيع. ماذا تقصد؟ إنه طبيعي؟ هذا ما يحدث. رائع، أشكرك يا دوني. إذن ماذا حدث للوحش؟ تحول إلى طحالب مستنقع. مؤلم جدا. اهدأ يا صديقي. بويكشا. ما رأيك الآن يا مايكي؟ نعم، أفضل بكثير. إليكم واحدة كبيرة وسمينة ومنمقة من بويكشا. عبث بقناعي. هذا سيوقفه. تعالوا، يجب أن نرجعه للمعمل. هل تستطيع إنقاذ راف؟ بصراحة لا أعرف يا ليو. ما الذي حدث لي بالضبط؟ وحش مجنون قام بلعق كل المعدل الخاص بك وحوالك لنبات. كان هذا رائع. أنا لا أعرف. لقد عمل دوني لإنقاذك، وليو لم يتركك أبدا. كاسي، شد السلاسل. الدكتور شكرا للاشتراك.
Okay.